قديم جميع احنا فهمني حتى قد ما ضاق صدرنا ولم ينطق لساننا وحتى وقت اللي الناس انطقت لسانها شدينا ارواحنا وما نسقناش لأنه ديما نشوفوا اسم الجمعية واسم فهمني احنا تجرحنا مليح 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 لكن ثم احترام وثم الاسبيرانس ديما انظف واكبر واكبر من كل انسان باش يسالها بالممارسه بالقول او الفعل او غير ذلك. قلت زياده المساني اللي كانت معناها دخل هو تو في القنوات فهمتني هو عبر على اعتذاره فهمتني اعتذاره مقبول زياد ملاعب قديم زياد حتى كيف حكينا مع بعضنا قلت انت زياد مره عام 97 خديت مير بيتور جاك صحافي نف في قال لي مير بيتور كلهم بيلانتيات 90% بيلانتيات كيفاش مير بيتور قال له خويا فاهم بيلانتي ضد الافريكان تاع صبري جبل هذيك اللي 97 هذيك تاع صبري جبل اللي باليد هذيك اللي يضيق صدرنا فيها ولا ينطق لساننا برا ما عليناش قلت له انت قل ما نتمنهاش العدويه أن نشوف بيلانتي معبي ستاد المنزه وبيلانتي ديترمينونت في مسار البطوله، ماركيها تهز البطوله ماركيهاش ما تهزش البطوله، فهمتني؟ قلت له تحكي على العرق وتجي كي تقول انت الحكم، انا حكم مش تقصد، حكم هو في عمليه احنا فيها طرف شبيعه خباء في السوق سيدي عبد السلام، ممكن باش يبيع باش يبيع في رادس، علاه؟ عندك انت جوار خلط لي عمل لي كورنير، عندك جوار جاي هددني انت قاعد داخل غادي وانا جاي جواراتنا عام كامل اللي خدموا فيه عام كامل تعمل شويه في اللي خلطتوا انتم ما خلطتوش في الرتور تحب تاكل انت لعبت شنو تحب؟ تحب انت لعبت مليح 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 وجواراتنا قاعدين وتظلم لا قال لا 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 با دي تو قال لي راه وقع اخراج كلامي ممكن فهمانو الاربيتر قال سفيه شرف انسان انا تحكيت معاه قلت له راهو الانسان عمره ما ينجم يجبد مرة انسان وشرف انسان وكذا 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 ماكش قادر القاضي يحكم فيها في جلسه مغلقه انت جبت تطلع برا تقول راهو فلان تحكم ستة شهور حبس لاجل الزنا ولا غيره انت جاي فهمني هو رجع على نفسه فهمني ما تجيش مش اعتذر من الحكم اعتذر من جمهور النادي الافريقي يعتذر من اسم النادي الافريقي من مسؤولين النادي الافريقي ويقول يقول النادي الافريقي عرق عرق خدمه عام كامل راني ما ناكلهاش انا باطل باش نجي نقول لاربيت ما خسرناش لاربيت